قد يشق على بعض الناس شيخ صالح نظرا لبعد المسافه او للتكاليف الماديه وما اشبه ذلك، هل من كلمه؟ قلنا ان هذا جائز الحمد لله، فاذا فعله كان جائزا، لكن ما يفعله بعض الناس اليوم من كثره التردد للعمره في اليوم الواحد في زمن متقارب فهذا يكره عند العلماء، يكره الموالاه بين العمرتين في زمن متقارب. لا. سواء كان للشخص او لغيره؟ سواء كان للشخص او لغيره، الموالاه بين العمرتين في زمن المتقارب بل قد يكون في ساعة أو في يوم هذا مكروه. جزاكم الله خير. وإلا الجواز الأصل أنه جائز. الحمد لله. هل تقدرون الفاصل الزمني شيخ صالح بين كل عمرة في عمرة؟ الفاصل الزمني ليس له تحديد بين، لكن من الصحابة من يرى أنه إذا نبت رأسه وصار فيه شعر محلق. طيب. نعم. طيب. هذا مخرج سليم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.